تعيش الحيوانات دائماً في حالة حرب مع بعضها البعض من أجل البقاء والطعام، لأن آكلة اللحوم منها عليها أن تقتنص فريستها وتقتلها، وعلى الفريسة أن تحمي نفسها من القتل حتى لا تصبح طعاماً لغيرها. في هذا الفيديو سنشاهد أربعة حيوانات نجت من الموت بأعجوبة، لكن قبل أن نبدأ ندعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالمقطع ليصلك كل ما هو جديد. هيا بنا. نجت غزالة كبيرة من فصيلة إمبالا من بين فكي الفهد والضبع، فبعد أن نجح الفهد في اصطيادها تدخل الضبع هو الآخر ليطرد الفهد الصياد ليحصل على الطريدة لوحده، وتظاهر الغزال بالموت حينما اقترب منه الضبع، وقبل أن يفترسه اقترب الفهد قليلا من الفريسة، وما كان من الضبع إلا أن استعد للعراك مع الفهد، وما إن ابتعد الضبع بضعة أمتار حتى فر الغزال ونجا من موت محقق. تدور معارك وحشية حتى الموت بين الجواميس والأسود، ويخرج كلاهما بإصابات قاتلة. يمتلك الجاموس قوة هائلة وقرونا حادة تمكنه من الفتك بأعدائه الطبيعيين وغيرهم، فهو يدافع عن نفسه في جماعات تشرع قرونها التي تشبه الخناجر في حدتها، ويدوس فوق كل ما يعترض طريقه عندما يشعر بالخطر. لكن عندما يخرج الجاموس عن قطيعه يصبح أكثر عرضة للافتراس، فالأسود تعلم جيدا أن جاموسا واحدا يكفي لإطعام الزمرة كلها لمدة 4 أو 5 أيام. ربما يكون مثيرا للبعض أن يرى زرافة برقبة مكسورة، ولكن هذا هو الحال في إحدى حدائق تنزانيا. إن هذه الزرافة الذكر تعيش برقبة مكسورة منذ 5 سنوات بعد معركة شرسة مع زرافة ذكر أخرى، وتعد الزرافات من الحيوانات الراقية ذات الإحساس المتدفق، لكن ركلتها قاتلة ولا ينجو منها أحد. أما في حال تنافس الذكور على أنثى زرافة أو أرادوا الهيمنة على القطيع، فلكم أن تتخيلوا شراسة المعركة وسلاحها عندئذ. علقت هذه السلحفات المسكينة عندما كانت صغيرة الحجم في حلقة فم عبوة حليب بلاستيكية، ولأن البلاستيك مصمم لأن يدوم للأبد أجبر جسمها على النمو حول هذه الحلقة، ما أدى إلى ظهورها بهذا الشكل الغريب. وحتى بعد أن تم تخليصها من تلك القطعة كان الضرر قد وقع بالفعل، ولم يكن هناك الكثير للقيام به، حيث إن عمودها الفقري لم ينمو بالطريقة الطبيعية اللازمة أبدا، وقد كان لهذه القطعة الصغيرة هذا التأثير الكبير عليها وعلى جسمها، بل وعلى حياتها.